بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي معيته معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن صباح اليوم قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك بعد زيارة عمل أجرى سموه رعاه الله خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في العاصمة واشنطن. وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى أحمد الكندري وكبار المسؤولين بالدولة. وقد رافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية في الديوان الأميري يوسف حمد الرومي. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.